بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مع بعض سلسلة محاضرات شرح مدونة ووردبريس. في اللقاء الماضي تكلمنا عن كيفية التعامل أو ما هي مميزات إنشاء النماذج أو إضافة إنشاء النماذج فورم ميكر. في هذه المحاضرة هتكلم عن كيفية التعامل وإدارة فورم ميكر. بعد ما ضفناها كأي إضافة سابقة أو أخرى هنلاقي في عنا هنا نموذج إلها أو نافذة فورم ميكر. هنلاقي الخيارات الخاصة بها: مانجر لإدارة النماذج الموجودة، سبميشنز لإدارة الردود اللي جاءت على النماذج، وبلوكت اي بيز لو أنت عايز تعمل بلوك لاي بي معين ما يتعملش مع هذه النماذج، وقوالب خاصة بفورم ميكر، واخيرا انستول للفورم ميكر. اهم شيء هيفرق معانا في اللقاء الحالي ان احنا عايزين نعمل ادارة للفورم ميكر. طبعا لو دوسنا على مانجر هنلاقي انه في عندي انا مجموعة من النماذج السابقة اللي تم انشائها في الفورم ميكر، تلقائيا هتلاقيها ظاهرة معاك. هذه النماذج ممكن تستفيد منها بشكل، لو شفنا مع بعض كده هنلاقي في عندنا 9 نماذج. هذه النماذج موجودة بأشكال مختلفة لأغراض مختلفة، وهذه بتسهل عليك ان انت تتعامل مع نماذج مباشرة، ممكن ما تحتاج تنشئ نموذج جديد. لكن على كل الأحوال اذا احتاجت تعمل نموذج جديد مباشرة بتضيف، بتدوس على add new عشان تضيف نموذج من اول وجديد، بتعطيه الاسم اللي انت عايزه، وبتبدأ تحتاج بتبدأ تضيف له الفيلدز اللي انت عايزها من خلال لوحة تحكم مرئية زي ما انت شايف بالشكل اللي قدام حضرتك. لو عايز تضيف تكست بالانبوت عندك اشكال مختلفة من التكست، يعني مثلا السيمبل بيظهر لك مباشرة الكلام، لو اخترت باسورد الكلام مباشرة هيتشفر، لو اخترت تكست اريا هيديك مساحة اكبر ممكن تكبرها وممكن تصغرها زي ما انت عايز، والادرس نفس الشيء، والنيم والفون، الفون بيديك للاريا كود وبيديك الفون نمبر نفسه، والهيدن نفس الشيء. هذه كل واحدة منها إلها فاليديشن معينة. تعالوا مع بعض نشوف الأهم من هذه، إن احنا لو عايزين نتعامل مع الفورمز الموجودة أصلا في الفورم ميكر. عندك مثلا الفورم كونتاكت هنلاقي إنه متاح عندك فورم جاهز زي ما أنت شايف هنا، في عندك الاسم الأول والثاني، عندك الإيميل، عندك السبجكت، وعندك المسج. طبعا عند حضراتكم لما هتنزلوا فورم ميكر هتلاقوها مباشرة معمولة نيم، وهنا فيرست وهنا سكند، لكن احنا اوسر نيم او لاست نيم هنلاقي هنا بإمكانك تعدل على الكلام، ومجرد ما تدوس عليه روح مباشرة على الكلام. انا ما عملتش حاجة، رحت على الفيلد نفسه على الحقل هذا الموجود وعملت دبل كليك، هيطلع معاك اسم الحقل عايز تغيره، تخليه عربي هاي الايميل الالكتروني عشان يصير، لو عايز تزود الحروف تخليها مثلا 90، لو عايز تخبي تخلي الفيلد وين تنحط على الشمال او تنحط في توب، تمام، والى اخره بعض الامور. الفاليو لو كانت فاضي ايش تكتب له، الى اخره. هذه امور ثابته وبنعمل حفظ، بيصير عندك الايميل بالطريقه الواضحه. السبجكت نفس الشيء، لو عايز تعمل تحرير للسبجكت بشكل بسيط جدا، لو عايز نفس النموذج نفس الفيل تعمل له دوبليكيت محتاج كمان واحد زيه، بالطريقه هاي بتعمل واحد بشكل بسيط جدا وبترفعه في المكان اللي انت عايزه. افترضنا مثلا انت عملت دوبليكيت وعايز تخليه لموضوع تاني، مش عايز تقول له سبجكت 2 وكذا، لا عايز تقول له مثلا التصنيف اللي عايز يتكلم فيه هو، وبعدين الموضوع بالطريقة البسيطة جدا اللي قدامنا. هذه الإدارة البسيطة للمانجر. طبعا في عندك أشكال مختلفة جدا منه، لو رجعنا ورا كمان مرة وجينا نقول مثلا عايزين ناخد السيرفي، في عندنا ريستورانت ايفاليوشن سيرفي، لو عايز تعمل تقييم لخدمات مطعم أو ما شابه هو في اوريدي عامل لك إتاحة إلها بشكل بسيط. عندك هنا الاوبشن عايز تضيف عليه، عندك بعد كده الدي فيزيت متى زار، كل الامور هذه بشكل بسيط. انت لو عايز تعدل عليها
تعدل عليها بشكل بسيط جدا. هاي التيك والتين، انت بس تعدل الكلام اللي انت عايز تشتغل عليه، وانت عايز تشوف عايزها هورزنتال ولا عايزها فيرتيكال، الايقونات جنب بعض عايزها كيف تكون بشكل سهل. كمان هذه سيف السيرفي كمل معاك. طيب لو عايزين نضيف اضافة على الفورم الموجود، يعني الفورم الموجود عجبنا لك، احنا عايزين نضيف له عنصر جديد، في عندك اد نيو فيلد في المكان هذا مباشرة، عايز نضيف اللي انت عايزه، عايز تضيف مثلا تايم اند ديت، بتدوس عليها بالطريقة هذه وبتبدأ تعدل على الكلمات، زي مثلا التاريخ طريقة كده، وبتدي الخيارات اللي انت عايزها، وبتدي الفورمات سنة شهر يوم، عايز تعكسها بتعكسها، وبعد كده بشكل سهل بتبدأ تديله الخيارات تمام، وهي سيف صار عندك التاريخ. طبعا عايزه في الاول، عايزه في النص، عايزه في الاخر، هذا كله عبارة عن دراج اند دروب زي ما احنا شايفين، هذه خاصية متاحة. لو عايز تعمل دراج اند دروب خاصية متاحة، مش عايز هتضطر تستخدم الاسهم اللي احنا شايفينها. هذا كده انت عملت الفورم او تعاملت معاه بطريقة اللي انت عايزها، هاي سيف. لو عايز تاخد نسخة منه، عايز تاخد نسخة منه نفس الفورم، لو دوست على اي فورم عايز تاخد منه نسخة بشكل سهل جدا، سيف از كوبي، بتاخد منه نسخة بشكل بسيط جدا. الان في الفيديو التالي ان شاء الله هنتكلم كيف نستخدم هذا الفورم ونخليه يظهر ضمن قوائم الموقع في الفورد بريس ان شاء الله في الفيديو التالي.